لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. صباح الورد، صباح النور، مرحبا بكم في لايف سبورت. البداية برابطة الأبطال الإفريقية، فاز الزمالك المصري على حساب الترجي الرياضي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم يوم أمس لحساب الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. وسجل هدف الزمالك المصري سيف فاروق جعفر في الدقيقة 9، وأحمد سيد زيزو من ضربة جزاء في الدقيقة 29، وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 91، في حين سجل هدف الترجي رياض بن عياد في الدقيقة 57. وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة فاز شباب الوزداد الجزائري على حساب المريخ السوداني بنتيجة هدف مقابل 0. يكون الترتيب المجموعة هذه: الترجي في المركز الأول 9 نقاط، المركز الثاني شباب الوزداد الجزائري 6 نقاط، المركز الثالث كل من المريخ السوداني والزمالك المصري 4 نقاط. في كأس الكاف يواجه الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم ضيفه تي بي مازنبيل كونغولي بدام المصاعتين في ملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجوله الرابعه من دوري مجموعات كاس الاتحاد الافريقي. اشتشت تشكيله الاتحاد عوده الثلاثي هشام بكار على الدين الدريدي بعد غيابهم عن مباراه تي بي مازنبيل، ومحمد الصغراوي اللي لم يكمل المباراه بسبب اصابه عضليه في المقابل يغيب يوسف اومارو لمكن الاطار الطبي من راحه تتواصل لمده شهر ونصف. محليا ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا النادي البنزرتي بخلاص مستحقات لاعب المالي السابق، وأعلمت الفيفا هيئة السيابي بضرورة دفع مبلغ 70,000 دينار كمستحقات للاعب ديمبلي والتحاق ديمبلي بالأصفر والأسود في جان في 2020، علما أنه يلعب حاليا مع نادي ماركو البرتغالي. في الرابطة المحترفة الثانية البرنامج الكامل لمقابلات الجولة الثانية إياب في مالي برنامج مباراة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة نهار السبت 11 مارس الدفعة الأولى مجموعة ثانية ملعب الطيب بن عمار العمران، شبيبة العمران يواجه نادي حمام العين. في الملعب القلعة الصغرى قلعة الرياضية يواجه مكير المهدي. في ملعب مساكن هلال مساكن يستضيف نادي سبورتينغ المكنين. وفي جابس الملعب الجابسي يواجه شمعية جربة. في ملعب قفصة قواف القفصة تواجه الملعب الصفيقسي. في ملعب جرجيس ترجي جرجيس يواجه سبورتينغ بنعروس. الدفعة الثانية تدور نهار الأحد 12 مارس المجموعة الأولى، في ملعب المرسى مستقبل مرسى يواجه جندوبة الرياضية. في ملعب المحمدي الاصطناعي مستقبل محمدي يستقبل مستقبل وادي الليل. في ملعب البلدي بقربة نادي القرب يستضيف النجم الراسي. في ملعب البلدي ببمبلة نادي البمبلة يستضيف شبيبة القيروان. في ملعب صلاح الدين بن حميدة أولمبيك مدنين يستقبل أمل الرقبة. وفي ملعب مصفى الدوري بجربة أمل جربة يستضيف مستقبل جابس. من كرة القدم نبدل الاختصاص كرة السلة، فشل النادي الافريقي في مواصلة سلسلته نتائجه الايجابية بعد الهزيمة ضد النجم الراتسي بنتيجة 73 مقابل 72 ضمن الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة كرة السلة. واستغل الاتحاد الرياضي المونستيري هزيمة النادي الافريقي بالفوز على النجم 72 مقابل 62 باش يتصدر المركز الاول ب 13 نقطة بفرق نقطة على النادي الافريقي. أو نعطيكم النتائج الكاملة. الاتحاد المنستيري فاز على النجم الساحلي 70 مقابل 62، نجم الراتسي يفوز على النادي الافريقي 73 مقابل 72، وغرومبيلي الرياضية يفوز على الزهرة الرياضية 55-54. الترتيب يصبح كالتالي: الاتحاد المنستيري في الصدارة 13 نقطة، المركز الثاني للنادي الافريقي 12 نقطة، المركز الثالث ثنائي النجم الراتسي الزهرة الرياضية 10 نقاط، والمركز الخامس كل من غرومبيلي الرياضية النجم الساحلي 9 من النقاط. في دوري ابطال اوروبا تلعبوا البارح زوز مقابلات من اياب الدور 16 لمسابقه دوري ابطال اوروبا. بنفيكا البرتغالي يفوز على كلوب بروج البلجيكي 5-1، وتشيلسي الانجليزي يفوز على بوروسيا دورتموند 2-0. بالنسبة لبقية الدفعة اليوم زوز مقابلات: 9 متاع الليل بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان، وتوتنهام يواجه اسي ميلان. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية. من فوائد الرياضة على صحة الإنسان زيادة مرونة المفاصل والأوتار والأربطة وتساهم في تقوية العظام. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية. أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM.
الحياة اف ام، الإذاعة الأولى للصحة في تونس.